الولايات المتحدة أعلنت منعه السفر جوا وتجميد أرصدته الخارجية، قرار أضحك الرجل الذي يعيش بحليب الناقة. كم عدد البنوك التي جمدت فيها أموالك؟ كل البنوك في الخارج السويسري والأمريكي. الدعم السريع ياتو قانون، قانون العمل. الدعم السريع قانون رئيس الجمهورية، بس جون محتمي بهذه الميليشيات وبيصرف عليها وبيفتخر نفسه أنه هي اللي بتحمي، وأهمل الجيش السوداني كله، ما أهملنا نحن برانا، وأهمل الأمن الوطني، وأهمل الداخلية، أهمل وزارة الداخلية، وبفتكر أنه هؤلاء الكذابين وهذه الشرذمة اللي تسلطت على السودان، منهم من يعني اتسلق عبرنا بقى نائب رئيس، منهم من اتسلق عبرنا بقى والي، منهم من اتسلق عبرنا وعبر دماءكم أنتم الواقفين، وبقى فريق قاعد يسموه الفريق حميتي، يا سبحان الله. الفريق حمايتي لا كوع لا بوت، تجي كيف زاتك تركب كيف ما تركب، وطمعان كمان نسمع عطاء بتاع مكتب الرئيس، مدير مكتب الرئيس هسه بده السعوديه طرده برا لانه في فضائح بيعرفها وما دايرين فيها للشعب السوداني وللعالم، عملوا له كيف ستروا انقلابهم، قال ده صار يبقى رئيس وهو يبقى وزير دفاع، ونحن ديل بجزرونا جزر كلنا كلكم عن بكره تبيب. الاموال اللي بتجي لناس الدعم السريع ميليشيات دي اكلها، وبقبلها زول بيتكلم بمئات الملايين من الدولارات ومئات الملايين من المليارات السودانيه، من اين له يعني؟ اكل الاموال اللي قاعده تجي للمساكين اللي بيموتوا وغشينهم المرتزقه بتاعت الدعم السريع، ونحن عشان كده يومته قلنا لك من الاذاعه المال المسروق اللي قلت لك انه هو سارقه يهودا بند السرقه بتاعته، الاموال اللي قاعده تجي للدعم السريع جزء منها بيمشي لعبد القفار الشريف ومجموعته، جزء منها بيمشي لعلي سعد بتاع الاستخبارات ومجموعته، جزء منها لحميدتي واخوه، وجزء من وطه بتاع مكتب الرئيس، والجزء البسيط بيجوا بيوزعوه للمساكين المرتزقه اللي قاعدين بيقتلوهم ديل. اذا كان انا ما وطني، انا طلبتني جهات اجنبيه صنعت حفتر نفسه، انا طلبتني عشان اخرج من السودان، وطلبتني عشان تديني مال يعني اقود قضيه ضد الوطن، ولكن ساعتها ما وافقت. نتبع جمع دقره كمان في آخر الزمن. جريدة الرفيقات عندها ثلاثة فروع، فرع اسمه المحاميت، وفرع اسمه النوايبة، وفرع اسمه المهرية، والثلاثة فروع ديل أولاد عمومة. حميدتي من فرع المهرية، وموسى هلال من فرع المحاميت. وموسى هلال أبوه كان زعيم المحاميت، وهو اتولد موسى في كتم شمال دارفور، ويتعين بعد ما أبوه يتوفى ناظر للمحاميت، وكان عمره في الوقت ده 26 سنة. وموسى هلال اسمه موجود في قائمة وزارة الخارجية الأمريكية لأنه كان منسق من منسقين الجنجويد، واسمه موجود في قائمة الكونغرس في الفئة الثالثة كواحد من القادة الميدانيين، عليه عقوبات من الخزانة الأمريكية ومن مجلس الأمن، وموجودة تقارير في الأمم المتحدة وفي المنظمات المهتمة بحقوق الإنسان بتتهمه بانتهاكات في دارفور ما بين عام 2003 لحد عام 2004، وهو واحد من المطلوبين برضه للجنائية. أنا مع تسليمه للجنائية إذا كانت المحكمة حتم في لاهاي، وخد خطين تحتتين في لاهاي، وما طالبت يوم إنه يطلقوا الصراح بتاعه، بل دائما بطالب إنه يتحاكم محاكمة عادلة، وحتى أتبع موسى هلال أظن من مطالبهم يتحاكم محاكمة عادلة. ورأيي فيه إنه كان أداة لسياسات النخب اللي كانت موجودة في النظام الفات، ولسياسات جهاز الأمن بتاع النظام الفات زيه زي حميدتي، ولكن الفرق عندي ما بين موسى هلال وما بين حميدتي إنه موسى هلال صحة بدري، وعرف إنه بيتم استخدامه عشان يحقق أجندة ويحقق أهداف معينة. الصحية بتاعته دي خلته يكون جسم سياسي سماه مجلس الصحو الثوري في عام 2013، وبعدها وقع ميثاق مع الجبهة الثورية وبدأ يعارض حكومة البشير، وأظن الكيان بتاعه مجلس الصحوة جزء من الموقعين على وثيقة الحرية. فيحسب لموسى هلال إنه وقف من الحروب القبلية، ورفض يودي مرتزقة من قبيلته للسعودية والإمارات، ورفض إنه شركات الأمن والكيزان تستولي على جبل عامر، وده احتمال خلى حميدتي يكون بديل له لأنه حميدتي وافق على كل الحاجات اللي رفضها موسى هلال. لين وجهه نظر في حته الاحتراب والفتن، تعلم انه البلد احترب لفترات طويله لكن ما اجنى من الحروب غير الخساره وغير الدمار وغير
توقيف التنمية وتوقيف المصلحة اللي بتصب على معون السودان بصفة عامة. يعني نعم. السودان مما استغل هو في حروب نتيجتها في الأخير بدت نيفاشة وفصل الجنوب وغيره. ويبقى في فهمنا ومفهومنا الحقيقة أنه إحنا بنجنح للسلام ولعدم حمل السلاح، المضاربة في الأفكار والنقد والتعارض في الأفكار يكون بالفكر والمنطق والمنهج ليس بالبندقية. نرحب بالشجاعة بتاعت الشيخ مزهلان اللي جاو صحوة الضمير، ويبدو أن الثورة بتاعتنا نبرت تأتي ثمارها. أن إحنا ظلينا نقول أن إحنا نحرر العقول وبعدين الأرض وكل شيء بيتحرر. الشيء الجميل أنه الشيخ مزهلان اتكلم الحقائق الداسنه وفرق تزد النظام بعمل، وأنه ورانا الوجه الحقيقي للإجرام من ذول خبير وبعرف الشيء ده. استخدم الشيخ موسى هلال لقتل الناس وإبادتهم وصح ضميره وعرف أنه ديل ما أعداؤه وديل دمه ولحمه. ولما حاول أنه يحرر الآخرين ناس حميديه، الدولة استهدفته. نأيد مواقف بتاعت الشيخ موسى هلال، وأنه أن إحنا بنقول صحوة الضمير ولو متأخر أحسن بمليون مرة ممن لم يصحي ضميره. قولوا فكر موسى هلال يتغير، ده ما بيحكيه من جرائم الفاتت. ونفس الحكاية عندما حميدتي قال دقلوا لو بطل الفساد اللي بيعملوا فيه، انه يوقفوا يشربوا الموارد بتحت البلد، يوقفوا الانتهاكات اللي بتعمل الميليشيات بتاعتهم، يتحرروا من العبودية بتاعتهم للامارات، فما عندي مشكلة شخصية معاهم. يعني احنا الناس دي مشكلتنا معاهم الادلة والوقائع على الحياة اللي بيعملوا فيه. ولو في عدالة حقيقية هم مش يدافعوا عن نفسهم. لو طلعوا أبرياء إذا كان موسى هلال وإذا كان آل دقلو حميدتي وأخوه، فنحن ما عندنا استهداف لهم في شخصهم أو في مكونهم القبلي. مشكلتنا مع الأفعال بتاعتهم، وأفعال آل دقلو في قبيلة المحاميد فيها انتهاك لأبسط حقوق الإنسان. من قبل سنتين بتصلني معلومات من مصادر مختلفة عن الانتهاكات دي، لحد ما وصلتني معلومات مؤكدة من مصادر داخل ميليشيات الدعم السريع، من مصادر داخل مجلس الصحوة، من مصادر داخل السجون الحربية، من مصادر احتغلوها قبل كده وفكوها. واتأكدت من الانتهاك دي وبدأت أنشر فيها في عشرات من البوستات في صفحة الفيسبوك، منها مثلا الصور بتاعة المحتقلين المدنيين الخطوهم في السجون الحربية، وده خطوهم في ظروف إنسانية سيئة جدا، بيربطوا يدينهم ورجلينهم ومرات بيربطوهم مع بعض، حتى لما يقضوا حاجتهم بيقضوا حاجتهم وهم مربوطين مع بعض. فصفحة البحشوم نشرت صور المحتقلين وقدرنا نصورهم من جوا السجن، ونشرنا أسمائهم والبوست والصور، ووصلت جهات مختلفة إعلامية، مثلا جريدة القدس العربي نقلت الصور اللي نشرناها، ووصلت برضو لمنظمات حقوق الإنسان، وحصل رد فعل بعد كده إنه اتحسنت ظروف الاحتقال للمساجين دي. وكل الاحتقالات التعسفية اللي بتقوم بيها استخبارات الدعم السريع قاعدين ننشرها بالأسماء وبالصور وبالأدلة بتاعتها، وفي نفس الوقت بنتعاون مع صحفيين غربيين ومع منظمات عالمية. وحأستمر، لأنه ميليشيات الدعم السريع واستخبارات الدعم السريع ما مفروض يكون عندها سلطة بتاعت احتقال، تقعد تحتقل من طرف ويكون عندها محتقلات سرية وتعزف في الناس وتقتال وتنتهك. ولو سكتنا على اللي بيحصل للمحامين ممكن يحصل لغيرهم. ونحن مفروض بيجينا في دولة أو في شبه دولة قانون، ما دولة ميليشيات. نحن ما يتخلصنا من جهاز أمن البشير عشان يجينا جهاز أمن حميدتي. فالإجابة على سؤالي إني محمودي، أنا ما من قبيلة المحامين ولا تابع لمجلس الصحوة الثوري، ولا غرضي أصلا من نشر ده فتنة بين المكونات، بل بالعكس عندي حوارات وتواصل مع كثير من المحاميد والتابعين لمجلس الصحوة. والحاجة البشهد بها من خلال حواراتي معهم إنهم متعلمين جدا واعيين جدا وما أظن سعيين لفتن، رغم إنهم بيشوفوا إن واقع عليهم ظلم وأصلا هم بخافوا. يعني عندهم الإمكانية العسكرية إنه يقاموا ويبنوا الدعامة زي التكتيب. الساعي للفتن هو اللي بيرتكب الفعل، مش اللي بيكشف ارتكاب الفعل. يعني استخبارات الدعم السريع اللي بتحتقل مكون المحاميد بسبب انهم بس من المحاميد هي العاوزة تخلق فتن. والبحشوم مع التعايش السلمي، سواء كان محاميد مع مهرية او حتى دبائل عربية مع دبائل بتاع الزرقة، دي كلهم مفروض يعيشوا في سلام ويبعدوا من الفتن ويتجاوزوا حتة الحروب ويجيف الدم وتجيف الانتهاكات. الامنيين الموجودين داخل ميليشيات الدعم السريع وبسبب حبالة حميدتي وجهل
الحماده بتاعت اخوه عبد الرحيم هم اللي مخلين الفتن دي مستمره. خارج موضوع الحلقه، في ناس كتار بيرسلوا لي عن قنوات في اليوتيوب بتسمي نفسها البعشوم وبتنشر فيديوهات باجنده كيزانيه ضد الفتره الانتقاليه. القنوات دي لو بتتذكروا بلغنا على جزء منها وفعلا اتقفلوا قناتين، فلكن فتحت قنوات جديده. فحلهم في اليوتيوب اذا مروا عليك ولقيت مقاطع فيديو فيها اساءه ضد الفتره الانتقاليه باسم البعشوم بلغ عنها اذا عندك وقت، ولو ما لقيت وقت اشترك في القناه هنا حتى نقدر نفعل علامه الصح فتاني ما يختلط على قناه البعشوم مع القنوات الكيزانيه المزوره. اما صفحات البعشوم المزوره في الفيسبوك فبتقدر تعريفها بعدد المتابعين، متابعي صفحه البعشوم في الفيسبوك حوالي 398 الف متابع، والصفحات المزوره عددها اقل، وديل جنجوي التابعين لإعلام الدعم السريع وديل خليهم ما تبلغ فيهم لانه عندي لهم فهم معين وحاطبق فيهم النظريه والله يجب.